تحت شعار حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة، أقامت تشكيلات حشد العتبات المقدسة مؤتمرها الأول الذي انطلق من مدينة النجف الأشرف وسط حضور عسكري ومدني، إلى جانب عدد من فضلاء الحوزة والمقاتلين الذين ينضمون في تلك التشكيلات. اليوم المؤتمر النوعي الأول لحشد العتبات، تلك التشكيلات التي سجل لها أنها انتظمت أو أول من انتظم تحت سماء فتوى الدفاع المقدسة. لا شك أن ثمة جموعا أخرى شهد لها الوسط المشهد العراقي أنها تدافعت وتزاحمت تلبية لهذا النداء الذي حافظ لنا على البلاد والعباد، أبقى لنا على الكرامة. المؤتمر تخللته العديد من الفقرات لكونه يستمر لمدة 3 أيام. تضمن يومه الأول فقرة انطلاقه وإقامة ورشة تنسيقية لأقسام الإدارة والمالية في التشكيلات الأربعة، التي تضمنت محاضرة لوضع آلية التنسيق فيما بينها. هناك عمل وورشات متواصلة على صعيد الإداري والأمني والاستخباري لتوحيد الجهود، والعمل بشكل دؤوب من أجل توحيد كل الجهود، أن يكون جميع العمل في بودقة واحدة. التزمت هذه الألوية في توجيهات المرجعية ووصايا المتوليين الشرعيين للعتبة الحسينية والعباسية، والحفاظ على النصر هو أهم من النصر، علينا أن نحافظ على النصر، وكذلك نلتزم بما قالته المرجعية في خطبة النصر: انتصرنا على داعش عسكريا، علينا أن ننتصر على داعش أمنيا واستخباريا وثقافيا. كانت هنالك ضرورة أن تكون ورش بين أقسام ووحدات وتشكيلات هذه القوات التي ارتبطت بالسيد القائد العام للقوات المسلحة لتنسيق وتنظيم العمل فيما بينها. هنالك ورش يوم غد، وإن شاء الله اليوم الثالث يكون في العتبة العباسية المقدسة، والبيان الختامي الذي سيتضمن توصيات ومقترحات مهمة جدا وأساسية ومصيرية للمسار القادم إن شاء الله. حشد العتبات بتشكيلاته ولد من رحم العتبات المقدسة، ملبيا فتوى المرجعية الدينية العليا التي كانت الركيزة الأساس لتطهير أرض العراق من دنس إرهابي داعش.